السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، نقدم إليكم اليوم حصة عن أسلوب الاختصاص. وأسلوب الاختصاص كلمة تأتي بعد ضمير توضح إبهامه، وهذا الضمير في الغالب يكون ضميرا المتكلم أو ضمير مخاطب، مثل نحن لنا الغد. إحنا مش عارفين مين ليه الغد، وما المراد بالضمير نحن؟ ممكن نكون نحن الشباب، نحن الطلاب، نحن المعلمين، نحن الأمهات، نحن الآباء، نحن المهندسين. فكل كلمة من دول وضحت إبهام الضمير نحن، فأنا بخصها بكلمة معينة. فعندما أقول نحن الشباب لنا الغد، فمعنى هذا لنا خصيت إبهام الضمير بكلمة الشباب. وكلمة الشباب هنا تعرب مختص، والمختص هنا إعرابه في اللغة العربية ثابت، بمعنى يعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني. ومعنى كلمة وجوبا يا شباب أي لا يذكر هذا الفعل في الكتابة، بل محذوف مع فاعل وجوبا. يعني كلمة الشبابة نحن الشبابة، وتلاحظ الشبابة منصوبة من انتقاء منصوب، فنقول إيه؟ مفعولا به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص أو أقصد أو أعني. إذن أسلوب الاختصاص كلمة تأتي لتوضيح إبهام ضمير، لتوضيح إبهام ضمير. فواحد بيقول يعني إيه إبهام ضمير؟ الضمير ده مبهم، ما إحنا أصلا ما نعرفش عن إيه، ما المراد من كلمة نحن شباب، مهندسين، أمهات، آباء، طالبات، طلاب، عمال. فأي كلمة من دول ممكن هي مختصة بالضمير إيه؟ نحن. مثلا المثال الثاني، أنا العبد الضعيف محتاج إلى رحمة ربي. فكلمة العبد الضعيف ديت وضحت الإبهام في كلمة أنا. ما ممكن يكون أقول أنا المعلم، يبقى كلمة المعلم المختص. أنا الطالب، فكلمة الطالب المختص. ولكن في المثال هنا جاءت كلمة العبد، فالعبد هنا المختص الذي وضح إبهام الضمير أنا. فكلمة العبد تعرب مفعولا به لفعل محذوف وجوبا مع فاعله تقديره أخص أو أقصد أو أعني. ونبقي لكم المثال الثالث، لكم العرب، برضو العرب مفعولا به لفعل محذوف مع فاعله وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني. وبين المعلمين والمعلمات، يبقى كل الأمثلة اللي عندنا نلاحظ أن أسلوب الاختصاص جملة اعتراضية تأتي بين الشرطتين توضح إبهام ضمير قبلها، وهذا الإبهام موجود في الضمير، ولكن هذه الجملة الاعتراضية وضحت الإبهام، وبعرب الكلمة اللي بعدها على طول مفعولا به لفعل محذوف مع فاعله وجوبا تقديره إيه؟ أخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فكلمة معشر هنا أسلوب اختصاص، بمعنى تعرب وضحت الإبهام في كلمة نحن مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص. وأسلوب الاختصاص له كذا صورة، ممكن يجي معرفا بألف واللام، وممكن لو المختص يأتي معرفا بألف واللام، ويأتي معرفا بالإضافة، أو يأتي لفظ أيها وأيتها. بمعنى نحن معشر الأنبياء، فكلمة معشر نكرة والأنبياء مضاف إليه، فجاءت هنا معرفا بالإضافة. نحن الجنود، هنا جه معرفا إيه بأل. نحن بني البشر، فبني نكرة والبشر جت مضافة، فبرضو إيه أسلوب الاختصاص له صور، فهو ممكن يجي معرفا بألف واللام، ويأتي مضافا، ويأتي لفظ أيها وأيتها. أما بالنسبة للفظ أيها وأيتها، فما نيجي نعرب إننا أيها المسلمون أصحاب رسالة سماوية، إننا إن حرف تأكيد ونصب وناء اسم في محل نصب. أيها بقى نقسم كلمة أيها دي قسمين، أي مبنية على ضم في محل نصب، وهي منصوبة بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أقصد أو أعني، وها حرف للتنبيه. وجملة أخص أيها معترضة بين المبتدأ والخبر، فلا محل لها من الإعراب، بس هي إعرابها مفعول به. ومعنى لا محل لها من الإعراب يعني إنها ليست مبتدأ أو في محل رفع مبتدأ أو في محل رفع خبر أو في محل نصب مفعول به أو في محل جزم.
هي ليس جملة اعتراضية، يعني ممكن نحذفها من الكلام ان انا اصحاب رسالة سماوية. لو المقصود بالكلام ان انا اصحاب رسالة سماوية وانت عارفين ايها المسلمون، يبقى خلاص يبقى الكلام ايه، واضح في الابهام بتاع الضمير. ولكن احنا اتينا باسلوب الاختصاص في كلمة اننا ايها المسلمون، عشان كده وضحت الابهام الضمير بكلمة ايها المسلمون، عشان كده سميته اولاد مختص. يبقى اعراب ايها تاني، اي مختص مبني على الضم في محل نصب، والهل للتنبيه، والهل ايه للتنبيه، وهي جملة اعتراضية، وهي جملة ايه اعتراضية، تمام. والجملة الاعتراضية لا محل من ايه، لا محل من الاعراب. اي جملة اعتراضية عندكم يا اولاد بين شرطتين ليس لا محل من الاعراب، لانه يمكن الاستغناء عنها. واي حاجة بعد ايها قاعدة ثابتة، تعرب نعت، تعرب يا اولاد نعت، والنعت يبقى مرفوع. يعني كلمة المسلمون هنا نعت مرفوع بالواو، لانه جمع مذكر ايه سالم. يبقى سوق اختصاص حاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة جدا. انا بوضح ابهام ضمير، نحن، انا، بنا، بكم، لكم، اننا، دي كلها لنا، دي كلها ضمائر، ومعظمها في ضمائر متكلم، معظم المتكلم والمخاطب. نيجي هنا بقى، يعني ايه المخاطب؟ مثلا مثال المخاطب، انت ايها الجندي ملاذ الوطن، انت ايها الجندي ملاذ الوطن، انت ضمير مخاطب هنا، وايها ده المختص بتاعنا، والجندي نعت الايها، ملاذ الوطن خبر انت، والوطن مضاف وعلامه جريه مجرور بالاضافه علامه جريه الكسره. يبقى هنا غالبا بعد ضمير متكلم او ضمير مخاطب. إذن أسلوب الاختصاص واضح بيننا، وصوره سهلة جدا زي ما احنا عارفنا برضو أيها الطلاب الأعزاء، ممكن يجي معرفا بألف واللام، وممكن يجي معرفا بالإضافة، وممكن يجي لفظ أيها أيها، يعني صور الاختصاص سهلة جدا. وممكن يجي علم، في أمثلة كتير جدا في علم، أنت خالد ناصر المسلمين مثلا، أما تحدث إلى خالد بن الوليد فبقول أنت خالد ناصر المسلمين، فخالد هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص أنت، أخصك، أخص خالد ابن الوليد إنه ناصر المسلمين. فأسلوب اختصاص ممكن يجي في صورة أخرى غير الثلاث صور احنا السابقة علينا، وممكن يأتي علما، ودي من إيه؟ من القليل بس واجبة في اللغة العربية، يعني جائزة في اللغة الإيه؟ العربية. أما يجي يقول لك عين أسلوب اختصاص في الجملة، نعمل إيه يا أولاد؟ نشوف ضمير متكلم او ضمير مخاطب او ضمير في الغالب يعني، ونحدد بينهم وبين بعض الجمله وضحت بين الضمير. يعني نحن رواد الثقافه نكسر الاطلاع، لو شلنا كلمه رواد الثقافه نلاقي جمله سليمه، نحن نكسر الاطلاع. اذا اسلوب اختصاص هنا رواد مفعولا به لفعل محذوف تقديره اخص او اقصد او اعني، ما تنسوش يا اولاد الفعل محذوف وجوبا مع فاعله، تمام. ورواد الثقافة لفظ الثقافة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الإيه؟ القصر. وهكذا في كل الأمثلة، معاشر العرب المسلمين، البائس، القرويين، المدني، ذا المرؤة. طبعا ذا المرؤة ده عايزين نعرف ازاي، مفعول به لفعل محذوف مع فاعله منصوب بالالف لانه من الاسماء الخمسه، وبمعنى هنا صاحب. الاسماء الخمسه تنصب بالالف وترفع بالواو وتجر ايه بالياء. وهنا اولادي انتهينا الى نهايه اسلوب الاختصاص، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله من دروس نحو الصف الثاني الثانوي.